كرمت. لا تلومني يا اخوي ابو ياره، تاري تعبت نفسيا، كنت تقول لي اصبر استنى اسكت الى متى. انا اقول ان احنا نقسم هالشركه وكل واحد ياخذ نصيبه ومع السلامه. انت في عقلك يا حمد ولا شلون كل واحد ياخذ نصيبه في امان الله؟ انت تعتقد المساله بيت في الجراديه نبيعه وخلاص؟ هذه قسمه طويله عريضه يا حمد، قسمه عريضه طويله، لو نقسمها نموت قبل ما تخلص القسمه. زين يا اخوي، ليش ما في واحد من عيالي يشتغل في الشركه؟ بس عبد اللطيف وعيال ابو عبد اللطيف وحمود هالداشر. ليش؟ اسمع يا اخوي، اول ما يجي اخوي من المغرب هبجلس معه وبتفاهم، يا عيالي يشتغلون يا تنفصل الشركه. انا من ناحيتي ما عندي استعداد، وجهه نظري انه ما جاء وقت الموضوع هذا الى الحين. انت ما عندك استعداد، انا عندي استعداد. ليش عيالي ما يشتغلون؟ ترى لك لا تعد شبدي، لازم عيالي يشتغلون حالي حال عياله وفي مركز قيادي بعد. قايل لك ما اقدر اجيك، انا بروح اشوف واحد وبعدين اعلمك. ايه كم تتحاشي؟ الله يهديك. هلا سعيد. هلا طال عمرك. تفضل تفضل. شو اخبارك؟ الله يسلمك ويحييك. سري. شو اخبارك؟ الله يسلمك بخير. الله يحييك سعيد. شلون وضعك المادي؟ الحمد لله ميسر الله. عاد انت الله يهداك ما عرفت تلعبها صح، ولا في انسان عاقل يبيع سيارته عشان يدخل بالاسهم؟ كنا مثل هالناس، نجمعنا كم قرش بس ما درينا ان السوق بينهار. مو بس انت يا سعيد، بس الانسان الفاهم هو اللي يستفيد من أخطائه ويستغل الفرصة إذا جتها. وين هالفرصة طال عمرك؟ هي جت وحنا قلنا لا. لازم مشوار البارحة أبو عبد اللطيف أحلى مشوار رحته في حياتي كلها. ما شاء الله. بيت عبد القادر ولا اللي بيت عبد القادر؟ جيت على الجرح طال عمرك. يا زينة طال عمرك، ايش ذا الدلع؟ ايش ذا الدلال؟ ايش ذا الرومانسية طال عمرك؟ صدقت صدقت يا حمود. ايه حالات ابو جمال، الله يعني فرفورة مثل ما يقولون فريش. تفضل تفضل طال عمرك تفضل. الله المعطي يا حمود. ايه والله ما يعطينا مثل غيرنا طال عمرك. ها وموضي هي مالي عينك طال عمرك؟ ما اقصد بس موضي هناك، انا ابغى هنا في كازابلانكا. الله يطول عمرك. الله يعني النشوان عليك يا حمود، اثرك ما انت بسهل. ما عليك زود طال عمرك، تلميذك بس تجنن طال عمرك. والله من كلامك صحيح، عيونها لحالها تقتل. ما ظنيت اللي يقتل عيونها بس. صدقت كل شيء فيها يقتل. السلام عليكم. السلام. صحيح بدري اليوم. حيا عبد الهادي، انا مش عارف اشكرك عائلتي امبارح ليله ولا الف ليله وليله. الله يخليك يا سيدي. شوف يا عبد القادر، البيت عجبنا وهنيجي من غير عزومه، يعني هنيجي هنيجي. خلاص عزمت نفسك على بيت الرجال؟ ايه الاكل عجبك؟ على مين يا تميم؟ الاكل بس؟ انت عايز الصح واللي عملت الاكل كمان. الا بوائل وينه؟ سافر طال عمرك من بدري، عنده اجتماع في الرياض. انا اشهد انه عصامي صح. شوف يا رانيا، قبل البازار بمدخل البرج عشان كل البنات يمرون عليه هم داخلات، وشوفي لي كم عدد الدور المشاركة عشان نحجز المساحات الكافية. شيخة المساحات كلها موجودة بالتصميم.
عارفه يا ست، بس مشكلتنا مع هذا اللي يحجزوني كنسلهم في اخر دقيقه وتم الصاله كلها فاضيه، عشان كذا لازم تاخذين من عندهم داون بيمنت، فاهمه؟ هلا بلغن. على فكره شيخه، خلصنا من تصميم بطاقات الدعوه، ابعثيها على الايميل عشان اشوفها. رانيا خذي الاوراق واطلعي الحين، ولا تخلي اي حد يدخل علي ولا مكالمات، فاهمه ولا لا؟ حاضر شيخه. اهلين دكتور طارق. اهلين رانيا، صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ كيف شو؟ تمام الحمد لله. تمام، تفضل ارتاح. الله يخليك. اقدر اقابل جوهره؟ ايه طبعا، بس ثواني اذا بتريد. إذا الوقت غير مناسب خليها بعدين. لا لا، بس هي مشغولة شوي. شو بتحب تشرب؟ شاي أخضر. إيه تكرم. يا أساسنا جيبي واحد شاي وكاسة ماي. هلا دكتور. Mais t'es sérieux là? Pour qui tu te prends toi? Écoute-moi bien François. Je me demande comment t'as osé de me parler de cette manière. T'as vraiment besoin de rafraîchir ta mémoire et de savoir à qui tu parles. Rappelle-toi, c'est le genre, là, tu me comprends ou pas? Rani, elle a connu jet fois que très menaçant. Là, là, abat un docteur. Hala, ça va, Niobhakia. Par contre, moi, je ne veux plus parler. J'ai tout terminé, tu comprends ou pas? Je ne veux ni parler, ni entendre. Et je te jure, crois-moi, François, si jamais tu me rappelles, si jamais je reçois un seul message de ta part, tu en paieras très cher, tu comprends? أجيكم وقت ثاني أفضل؟ أيوة شيخة، جيب الأوراق وتعالي شوي. عن إذنك دكتور طارق. تفضل يا شيخة، هاي الأوراق اللي طلبتيهم. على فكرة الدكتور طارق موجود برا وقلت له إنك مشغولة. وراح؟ لا ما مشي، بس هو بده يمشي. خليه يدشلي. حاضر. السلام عليكم. هلا. وعليكم السلام، حياك الله دكتور طارق. معقولة؟ استني، يعني إذا أنا مشغولة تروح ما تنتظر؟ عشانك أنا مستعد أنتظرك العمر كله. أنت الجوهرة. أقول دكتور طارق، عساك بس جبت التقرير حق الوالدة معك. إيه، مو هذا العذر الوحيد اللي أقدر أمر عليك فيه. أقول أنت صاحب مكان وما أنت محتاج حجة عشان تزور، أنت الداخل وإحنا الطالعين. بس أبيك تقولي بصراحة، وش رأيك؟ والله طبيا الوضع ما هو خطير مرة. أبي رأيك الشخصي. شخصيا أنا أشوف أنها توضع تحت المراقبة الكاملة وأسوي لها فحوصات كل 3 شهور. زين دكتور طارق، لو سمحت أبيك تسحب تقرير الوالدة من المستشفى، خلي الموضوع بيني وبينك، بيني وبينك وبس، أوكي؟ أعتقد أن الأمر واضح قدامك يا سعيد. تامر الأمر طول عمرك. لا تنسى أن هذه زوجتي. لا يروح تفكيرك بعيدنا قاعد أشك فيها، والعياذ بالله أبدا. كل ما هنالك من باب الحرص، من باب الخوف. عشان كذا أبيها تكون تحت المراقبة. لحظة. خذ. مشي أمور بيتك يا سعيد. بس مو تحطها بالأسهم.
لا طول عمرك، تامرني أمر طول عمرك. تفضل. عبقادر، يا ترى هاد الناس كيفاش عايشين؟ كيفاش؟ ما فهمتش. يعني هاد الفلوس كلها وهاد الجاه والطرف يكونوا مبسوطين؟ هادشي ما عرفتوش، ولكن اللي عرفت انني معاك انتيا فرحانه انا بزاف. صدقيني يا فاطمه، انا اغنى من الشيخ ابو عبد اللطيف ومن فلوسه. اسمع، اتركك من الاسهم والكلام الفاضي، تعالي كفي ذا، وخلك يا مبارك في تكاكينك الصغير العقار ذا احسن لك. يا ابن الحلال يا طريفك، انت فاهم من غلط يا اخوي، انا لا ذي ولا ذي. يلا على رويت بي وراتب بنتي نوف الله يخليها لي. بنيتك نوف برزقها الله ان شاء الله باتر ولا عقبه برجال وتروح وتخليك. اذا منها تزوجت ان شاء الله يبي يحلها الحلال يا طريفك. بيرزقها الله إن شاء الله، وإن الله وفق وطاحت في ابن الحلال بيكد عليك وعليها. إي والله دعمعي تكفى يا طريفك، إن الله يرزقها برجال كفو. الكفو موجود موجود. ألو نعم، سام طال عمرك. رجال كفو؟ إيه موجود الله يحييك. خلاص إن شاء الله. على طاري الكفو، اذكر الله الشيخ عبد اللطيف يبيك، خذ دلتك وراح لعنده ضيوف. اي بس يا ابن الحلال بعدين يا ابن الحلال. اه بارك الله يديك، الرجال يحتريك على الضيوف موجودين. رح سب سب ان شاء الله. أنا أتوقع طال عمرك إن شاء الله يكون هذا المشروع ربحيته أكثر من المشاريع السابقة بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله. ما شاء الله عليه أبو عبد اللطيف، إنسان عصامي بنى نفسه بنفسه، ما يجي منه إلا كل خير. والحقيقة طال عمرك أبو بندر، الشيخ أبو وائل صاحب شركة المقاولات المتحدة، وهي الشركة راح تنفذ المشروع بالكامل وحلال عليه. يا شكرا شكرا طال عمرك، سيما إنه يكون التمويل من البنوك الإسلامية. وليه لازم البنوك الإسلامية هي اللي تمول المشروع؟ هو طال عمرك يعني عشان ندي شوية مصداقية للمستثمرين والمستفيدين، وبعدين أجرة وأجر كمان. لو تكرمتوا ده العقد النهائي اللي هنوقعه مع الجهات الرسمية العربية. العقد مكتمل من الجوانب القانونية، بس اقنعوا المسؤولين في الدول العربية بأهمية المشروع. يبقى العقد السري اللي بين الشركاء اللي هنوقعه فيما بعد. خير إن شاء الله. لحظة دقائق. ألو طريفك، جيب لي ملف المشروع. إيه نعم، مشروع شريان العربي. يلا مع السلامة. دقائق وحيكون جاهز. حسب الدراسات اللي قامت بيها الشركة السعودية طال عمرك، بتقول دراسة الجدوى إن أقل ربح للمشروع 7 مليار. 7 مليار ريال؟ طال عمرك 7 مليار دولار يلف الدول العربية ويرجع لنا تاني.
طبعا لا تنسون يعني كل هالمشروع هذا بفضل الله ثم بفضل الوالد الله يحفظه. كانت هاي فكرته من يوم كان شباب، حبه لربط الوطن العربي كله. بارك الله في الوالد، بس اللي انا اعرفه انه الاتراك قاموا بهذه الفكره وبربط تركيا للمدينه بسكه حديد. لا طال عمرك، وضع تركيا مختلف. تركيا كان عشان نقل الحجاج والجيش العثماني، لكن فكره الشيخ اقتصاديه وانسانيه، وبتقول انه هيوفر فرص عمل وخصوصا لاصحاب الدخل المتوسط. وهذا يا استاذ حنفي العقد السري اللي بين الشركة، اطلع عليه وبعدين قدمه الى طويل العمر. سام توقيعك اولا طال عمرك. شكرا. حنفي نسبتنا بالعقد مهما موجودة. تشوفوا ايش تبون. والله انا خايفه البنات يتنقلون يجون هنا لان المزرعه بعيده. اللي يجي الله يحييه واللي ما بجايب كيفه. لا لازم يجون، ان شاء الله نغير مكان الحفله، نسويها في القصر او في فندق. ها هذا اجت، يمكن يكون عندها راي ثاني. هاي يما هاي يبا، ايش صار؟ ابوك يسال، تبين تسوين الحفله هنا ولا في مكان ثاني؟ لا يما اكيد هني، كل البنات حابين هالمكان، وبعدين ملينا من البيوت. خلاص خبريهم. طيب شو قلت لك؟ اللي هي انتم الاسواق ما نقدر عليكم. من بدايه الدوري وحنا عندنا مشكله المحور. الله يهديك يا خلف، هل لاعب البرازيل ذا وصار عليه؟ لاعب البرازيل هزعجتونا فيه من زي اللعبه هالحين، وما ادري ليش متمسكين فيها الاتراك. طيب الكرت الاساسي حقه عند مين؟ في ناديها الاصلي ساو باولو في البرازيل. ساو باولو كويس. طيب غريبه خرف، انت ما تعرف احد في البرازيل؟ وحنا ليش نتمسك فيه طول العمر؟ في اللي احسن منه مليون الف مره، في خوسيه من رومانيا، انا شفت لعبه في دوري اوروبا. لا 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 يا ابن الحلال، هذا سعره غالي وبعدين مبالغ فيه. وش دعوه يا طويل العمر، كلها 10 ولا 20% زيادة. حنا نبغى لاعب يلعب صح، وما في إلا خوسيه من رومانيا. تدري على قولتك، أجل أنت زبط الأمور وسوي اتصالاتك ودق على أبو عابد، بس ما تجيبونا لي آخر الدوري، أبيكم تستعجلون في الموضوع. قم قم، الظاهر أنك بتطور في جلسة الشقة ذي، يلا مشينا. ألو أبو عابد، معاك خالف مدير أعمال الشيخ تركي. كيف يا حمود؟ تعرف هذا؟ كيف عارفه؟ مساهل طال عمرك. تعرف داش يسوي؟ الله 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 الله، مساهل اللي كان حفلاته في الجرادية وفي منفوحة صار يعمل حفلاته في نيويورك. كيف؟ الرجل يسوي دعاية لنفسه على أنه رجل التقنية في الخليج والشرق الأوسط، وهو مستورد أفياش كهرباء. هذا مساهر طال عمرك يعرف يتعامل مع وسائل الإعلام، يعرف يرز نفسه في كل مكان طال عمرك. وعلى فكرة التصريح هذا والصور ذي كلها عاملها عشان يغيظك طال عمرك، عشان يقهرنا طال عمرك. والعلاقات العامة اللي عندنا في الشركة وش سوت؟ طال عمرك عبد اللطيف مسيطر على العلاقات العامة، ما هو معطي فرصة لأحد يتصرف. الله يطول عمرك. شوف لك حل، هذه مسؤوليتك. مدام طال عمرك إنها مسؤوليتي اتركني اتصرف، لو اضطريت اني يعني اسوي قناة فضائية ولمعك طال عمرك. المهم شوف لك حل ويا هذا ساهر وجماعتك.
ما يبينا نشتغل زي الناس، قاعد لنا مثل ابو عبد المحسن بحلوقنا. سم سم طال عمرك. مساك الله بالخير طال عمرك. استريح يا سعيد. بشر الامور ما هي بطيبه طال عمرك. اللي لاحظ احد الزملاء اللي عنده في العياده طال عمرك اللي عند الجوهره ان الدكتور طارق بن سالم يمرها مرتين في اليوم. طارق؟ اي نعم، الدكتور طارق عندنا في العياده، وشفت الجوهره كم مره تمر عليه في العياده طال عمرك، بس براي الله ما ادري وش اللي بينها وبينه. بلغت كل صاحباتي على حفلة عيد ميلادي وخيرك. باقي عماتك وجدتك ومنيرة. ما بلغتهم لسه. بحبك وداري ليلي ونهاري عمل. هلا منيرة، عطونا في سيرتك. اي يارا عيد ميلادها بعد بكرة في اللطيفية. والله مشكورة، مع السلامة يارا. الفرقة اللي بتعزف في عيد ميلادك هدية من منيرة. الله يخليها لي إن شاء الله. إن شاء الله عجبتك هالقعدة هنا يا الياس. أكيد هالقعدة بتطول العمر وبتنعنش الروح يا شيخ. إيه بس أنتوا عندكم في لبنان مثل هالقعدات هاي. بس سرقت لك قلبك وروحك. جننت القصر يا الياس، بتاع كيس شخصية صاحبها. ايه صاحبها خضرة. ونخليها حمرة. خليها حمرة يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك طال عمرك؟ اهلا 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 ابتسام. شو تمين؟ احكي لهم شو صار امبارح بالجنينة ولا لا؟ بلاش فضايح ولم الموضوع. ها ابتسام ارجوك قولي وش الموضوع، شو السالفة؟ انت ملك يا حمود، ما بلاش. انت اللي يا شيخ ابو عبد اللطيف، احكي ولا ما احكي؟ انا اللي اشوفه يا ابتسام الستر زين ولا لا يا تميم؟ وانت ما صدقتي تعرفي حاجه تروح مسكاه فيه على طول. يلا باي. هيا تميم، يقولون فضحوك في الجرايد الغربيه. المشكله مش هنا، انا ما يهمنيش الصحف تقول اللي هي على طول، بس ما تجينيش اي قناه وتترجم الكلام ده على المواطن العربي. يا طويل العمر، الناس في العالم العربي تصدق أي شيء يترجم وينقل على الصحافة الغربية. الصحافة ما تهمني، اتكلم في بلدها. أنا ما يهمني إلا القنوات التلفزيونية. إيه نعم، اللي يملكونها ويديرونها منافسين لنا. إذا سمحتي طال عمرك، الأكل جاهز، فين بغيتي نحطه؟ خلوه هنا في الحديقة. حاضر طال عمرك. البارحة تكلمت أنا مع حمود في هالموضوع هذا، وشفنا أنفسنا أننا مقصرين، فقلنا نشتري القنوات اللي نقدر عليها، واللي ما نقدر عليها نتعاون مع أصحابها واللي يملكونها وندزهم بالفلوس. 100%. أنت يا الياس عندك الجماعة، جماعتك في لبنان، وأنت يا تميم ربعك وجماعتك اللي في مصر، وأنا أصدرت أمر الحمود بالنسبة لجماعة دبي. خلص يا شيخ، أعتبر الموضوع ضن. لا تنسى الذكرى بالقادر، العسل البلدي. العسل البلدي؟ عز الله العسل اللي عنده في البيت طال عمرك. كلامك صحيح. إلي سمحتي أستاذ حمود، اتصل بي محمد مدير المكتب وقال لك راه ما لقاش اليوم حجز لابتسام. خلاص خلاص حتصرف أنا. أقول طال عمرك، إيش رأيك ناخذ ابتسام معنا في الطيارة؟ أنت جنيت؟ تبي مجلوم معنا في مطار الرياض؟ إيش يقولون عنا الصحابة لا شافوهم؟ طارق؟ لا أبد، بس كنت بيسألك
يعني حالة الوالدة تستدعي العملية؟ طب ما في أي علاج؟ الله يعين. يما صدقيني هذه شكلها تقليد تبين. أقول لستي بيها أنت وش دريت أصلاً؟ قال تقليد تقليد ما لس شغل. كيفك بعد حي اليوم؟ أنا بخير طول ما أنتو بخير. بس أشوف سلامك زايد للوالدة هاليومين، وش عندك؟ أقول هذه الغالية هذه بعد طوايفي كلها ودليلها بكيفي، أنت وش اللي حارك؟ ما قلت شي، بس أشوف قمنا نبوس الأياتي، هذه بعد طريقة جديدة. ها هذه بنتي تحب إيدي ولا تحب راسي؟ أنت إيش خصت أصلاً؟ زمان يوم دخلت الجوهر المدرسة كنت انتي تصغيرونة، أول ما خذانا بوتس على لندن ونطب على أكسفورد ستريت كنت أنا وشريت للجوهرة شنطة للمدرسة، انتي تصغيرونة قمت تصيحي هذه مثلها هذه مثلها، فضحتينا قدام خلقك. أقول يما كن الجوهرة فيها شيء مو طبيعي. أي بالله أنا بعد حسيت هالإحساس، ظاهرا عندها مشكلة ولا شيء بعد قلبي، الله يعينها وبس. لا يما الجوهرة ما حد يقدر عليها، أعرف هاد. يا سعد يا ولدي أبيك بتهتم بنفسك خلاص عاد، بعدين ترى جدك يحبك، ها أبيك أنت تبيض وجهك الحسنة هذه وتجيب العلامات ترفع الرأس. يا أبو سعد يا يبا أنت لذيك الدرجة تشك في قدراتي. يا سعد يا ولدي أعرفك يبا وأعرف ماضيك الدراسي كله، ما يحتاج أقول لك ذاك أول، أنا الحين يبا صرت رجال. خلاص أنت تقول صرت رجال، يبا خلك من هالشلة اللي كلنا جايين سهرانين لآخر الليل لعب بلياردو وما أدش تلعبون مع بعض، يبا خلاص مو تقول صرت رجال، اثبت فعلكم. يا يبا ترى أنا صار عندي إحساس بالمسؤولية. إيش فيكم؟ إيش صاير؟ ما سمعت ولدك يقول؟ الأستاذ سعد يقول خلاص صار عنده إحساس بالمسؤولية. الله الله يجازيك خير يا ولدي، على الأقل هو حاسس بالمسؤولية مو نفس أبوه. إيش قصدك أنت؟ ما تقول إيش قصدك تعالي. خوش والله الظاهر إنه بدأ الفيلم الهندي حقكم، أنا خليكم تتهاوشون على رواقة وبدون جمهور بعد، يلا مع السلامة. تعالي سمعي تعالي سمعي، أخذت سعد ولدك قاعد ينتقدنا. وأنا إيش دخلني؟ أنت قاعد تقول إن الولد حاس بالمسؤولية وأنا جاوبتك يا. ها إيه نسيت أقول لك، أنا اليوم دقيت على خالتي وموضي وقالوا لي إن جوهرة أعصابها تعبانة متوترة ما أدري إيش فيها. طيب ما عرفت إيش عندها؟ ما قالت إيش عندها؟ إيش صاير فيها؟ لا أنا ما أدري، بس على ما أعتقد إنها يعني يمكن تكون مشتاقة لعثمان، يمكن ما أدري. مشتاقة لعثمان، حسبنا الله ونعم الوكيل، إن كيدكن عظيم.
عبد اللطيف، وصلنا تقرير طبي حق الوالدة. ها خير عسى ماشر؟ والله ماني عارف وش اقول لك يا اخوي، صحتها ما هي زينة، ظاهر الموضوع ما هو سهل، لازم نشوف بعض ونتكلم ونشوف وش الحل. لا حول ولا قوة الا بالله. خلاص خلاص، انا بكرة الصباح امرك المكتب نتفاهم. المهم هي عندها خبر؟ لا لا انا ما قلت لحد، ماني عارفة وشلون اقول لها. زين ناطرتك يا اخوي بكرة.